هناء الرئيس عبد الفتاح السيسي ابناء الجاليات المصريه المسلمه بالخارج بمناسبه قرب حلول العام الهجري الجديد، وجاء ذلك في برقيه تهنئه بهذه المناسبه نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج الى ابناء الجاليات المصريه ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعرب الرئيس السيسي عن اصدق التهاني القلبيه واطيب التمنيات لهم، داعيا الله تعالى ان يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه امالنا وطموحاتنا في غد المشرق ومستقبل افضل لمصرنا العزيزه وشعبها العظيم